مرحبا أعزائي الطلبة طلاب الصف السادس، لدينا اليوم درس جديد من دروس الوحدة الأولى، وهو درس قواعد إملاء بعنوان المد. جميعنا يعلم رسم المد هكذا، ألف عليها هذه الإشارة وتعني المد. لماذا رسمت هكذا؟ اليوم سوف ندرسها. أولا نقول استنتج، تقلب الهمزة الأولية، يعني ماذا نفهم؟ أن المد كانت في الأساس وهي همزة أولية وأيضا مفتوحة، أولية ومفتوحة، مد إذا تلاها همزة ساكنة أو ألف. اثنان، واحد همزة ساكنة، اثنان ألف. نقرأ الكلمات حسب الفئات ألف ب جيم. الفئة ألف نأخذ الفعل أثر، فننظر عندما نريد أن نقلب الألف مد أضفنا ألف، أثر آ، جمعنا الألف مع الهمزة الأولية أصبحت آ، يعني المد آ ثرى، فأصبحت هنا مد. لماذا مد؟ لأنها همزة أولية جاء بعدها ألف ساكنة، ألف ساكنة. لماذا رسمت؟ نعيد، لماذا رسمت المد في آثرة؟ نقول لأنها همزة أولية جاء بعدها ألف ساكنة، ألف ساكنة. فهمت عشر؟ أو نقول ألف فقط. ثانيا أخذ، ماذا جاء بعد الهمزة؟ أيضا همزة، لكن هذه الهمزة لم تكن محركة فأجت ساكنة، ولا نستطيع أن نرسم هكذا بالفعل أخذوا، فنقول أخذوا، فجمعنا الألف الأولى مع الثانية فأصبحت مد. ولماذا قلبت الهمزة الأولية مد؟ نقول قلبت الهمزة الأولية مد لأن جاء بعدها أو تلاها نقول همزة ساكنة، هنا همزة ساكنة وليس ألف ساكنة، هنا ألف، هنا همزة. وأيضا المثال الثالث والأخير آمنوا، آمنوا أيضا أتى بعدها ألف ساكنة، من ثم جمعنا الألف الأولى مع الثانية مع الألف مع الهمزة الساكنة الثانية فأصبحت مد. هنا أيضا همزة ساكنة. نعود إلى القاعدة فنقول تقلب الهمزة الأولية المفتوحة مد إذا تلاها همزة ساكنة، مثلا آخذوا آملوا، ننظر تلاها همزة ساكنة أو ألف مثلا آثروا. ننتقل إلى الخطوة الثانية، كيف تقلب مد؟ كانت في أول الكلام همزة أولية، الآن نقول تكتب الهمزة المرسومة على الألف في أول الأسماء أو في وسطها أو في آخرها على صورة مد فوق الألف إذا تلاتها ألف زائدة. ما هذه الألف الزائدة؟ هي أولا للجمع أو ثانيا للتثنية. هناك جاء بعده ألف ألف أو همزة ساكنة، أما هنا في حالة الجمع وفي حالة التثنية كيف تقلب في الأسماء؟ إن كان في أول الأسماء أو في وسطها أو في آخره. نأخذ الفعل نفسه أثر،
جمعه سوف تقول لي آثار. طيب كيف نرسم هذه الألف؟ لا يستطيع أن نرسم، فنكتبها على الرسم الصحيح آثار مدة هكذا. فهنا قلبت الهمزة مد، لماذا؟ لأن تلتها ألف زائدة للجمع، للجمع. مكافأة، مكافآت، وهذه تعرف عندما نجمعها لجمع المؤنث السالم نضيف ألف وتاء مبسوطة، ألف وتاء مبسوطة، ولكن رسمها بالمد تصبح مكافآت. فلماذا رسمت المد في مكافآت أيضا؟ لأنه جاء بعده ألف زائدة للجمع، أي جمع؟ جمع المؤنث السالم، للجمع المؤنث السالم. ملجأ، مل عند التثنية نقول مل جآن بإضافة ألف ونون أو ياء ونون. إحنا نحن الآن في حالة إضافة ألف ونون، أي في حالة الرفع. فنقول مل جآن، ولكن عندما تصبح مد نقول مل جآن ونضيف المد. فلماذا رسمت مد؟ لأنها جاءت للتثنية. وهكذا أعزائي الطلبة تعلمنا كيف رسم المد عندما تقلب الهمزة الأولية مد إذا تلاها همزة ساكنة أو ألف. أما في على الألف في الأسماء أو في الأسماء أو في وسطها أو في أول الأسماء أو في وسطها أو في آخرها على صورة مد فوق ألف إذا تلتها ألف زائدة للجمع أو للتثنية، في هذه الحالتين فقط لدينا هنا حالة وهنا حالة أخرى. وهكذا أعزائي الطلبة يكون انتهى درسنا لهذا اليوم، وشكرا جزيلا لكم.